قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله بزيارة إلى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، حيث قدم جلالته التعزية في وفاة معالي الشيخ عيسى بن علي الخليفة مستشاري صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء للشؤون الصناعية والنفطية طيب الله ثراه، سائلا المولى جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته. وقد استذكر جلالة العاهل المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مناقب الفقيد الراحل وبصماته في مسيرة التنمية الاقتصادية والصناعية من خلال المناصب التي تبوأها في الحكومة، مؤكدين بأن الفقيد أحد رجالات البحرين الذين قدموا الكثير لنهضة وطنهم وتقدمه. وقد أعرب صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء عن بالغ الشكر والتقدير لجلالة العاهل المفدى على مشاعر جلالته الطيبة بتقديم التعازي في وفاة معالي الشيخ عيسى بن علي الخليفة طيب الله ثراه، داعيا سموه المولى جلت قدرته أن يحفظ جلالته ويديمه ذخرا لإكمال مسيرة الخير والنماء في البلاد تحت قيادة جلالته الحكيمة.